دكتوره ملك. اهلا وسهلا. انا اسفه يوسف، جيت لحضرتك من غير ميعاد. ولا يهمك، تنوري في اي وقت. انا اللي اسف اتاخرت عليكي، بس كان عندي معاينه في المكان بتاع حادثه شهد، بس للاسف ما وصلتش لحاجه. الحقيقه انا جايه لحضرتك عشان اقول لك انا كتبت خروج لشهد بكره من المستشفى. هي حالتها تسمح بالخروج؟ بصراحه لا، بس كان لازم اكتب الخروج ده. مش فاهم ليه لازم. لان وجودها في المستشفى في خطر على حياتها. خطر؟ خطر من مين؟ في حد دخل اوضتها امبارح بالليل وهددها. لما شفتها الصبح كانت حالتها وحشه قوي، طلبت مني انزل الجنين عشان خايفه على اهلها. ما قالتلكيش مين اللي هددها؟ للاسف لا، عشان كده انا قلت لازم اجي واقول لحضرتك. مش هذا لازم تتكلم يا دكتوره ملك، عشان لا انا ولا غيرها نقدر نعمل اي حاجه طول ما هي ساكته. هو ده العنوان. بس ده شكله مكان لبش، وشكله كمان بتاع ناس فوق قوي يا جلال. فوق ولا تحت؟ احنا جايين طالبين احسان. يا جلال البت دي مجنونه، اللي عملته في مكان السهر بيقولوا ان وراها بلاوي وبيتخاف منها على فكره. ما انا ما قداميش حل تاني، لازم اقابلها. طب تعالى لها الصبح، على الاقل يبقى شكلنا احسن. طب انا هنزل اعس على العربيه كده، لو لقيتها جوه هدخل واتكلم معاها، بدل ما تهرب مننا زي الواد التاني اللي احنا مش عارفين نطوله. يا جلال احنا لا نعرف الناس دي ولا نعرف ناويين على ايه. فكر كويس قبل اي خطوه بتاخدها لو سمحت. الله المستعان. خليك انت هنا في العربيه. ليه؟ ما تخليني معاك احسن. عشان لو حصل اي قلق تلحق تتصرف. طب ربنا معاك. ها بالراحه والنبي، ها على الهادي. ربك يستر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.